السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الاسم كريم. الإله نجيب. الصفة ديالك، العمل نتاعك؟ إمام مسجد. نبغيو نعرفو، توجهتي لجريدة محمدية بريس واحد الشكاية، أنت من الساكنين هنا ديال بني خلف، نعرفو النوع ديال الشكاية ديالك. أنا إمام مسجد بني خلف. إيه. نوعية الشكاية ديالي شكاية بالطبيب الرئيسي هنا المستوصف القراوي لبني خلف. اولا وقبل كل شيء اشكر محمد يبريس على المجهودات القيمه التي تبذلوها، هذا واجب في خدمه مواطني. والشكايه ديالي حول الطبيب الرئيسي انني توجهت اليه في يوم 17/4/2012 وانا في حاله حرجه، لانني من المرضى بالضغط الدموي توجهت اليه وانا في حاله حرجه. مرض الاعصاب. مرض الاعصاب. في حوالي الساعه الثالثه و50 دقيقه توجهت انا واحد، دخلت انا واحد المواطن للمكتب ديالو. توجهت ليه وانت في حاله حرجه؟ حاله حرجه باش يقدم لي المساعده، لان انا كنت نتبع في المصحه ديال الانفا. اييه. هنا في المحمديه. هنا في المحمديه. وعاد مصيفطين شي تحاليل لفرنسا، قال لهم يجيو حتى الاثنين. اييه. جيت عندو باش يكتب لي شي وصفه باش يخاف عليا راسي ويشوف لي الطنسيو ديالي. 53 دقيقه ديك الساعه دخلت انا واحد المواطن. كتب لهذاك المواطن الوصفه ديالو، وانا قال لي سير حتى الصباح انا باقي بلا بدا. وانت طبعا في هذيك الفتره في واحد الحرجه لا يسمح بتاجيلها. لا يسمح بتاجيلها، حيث نقلت على وجه السرعه الى طبيبه بعين سكي سلمت لي شهاده طبيه ديال العجز في مده 10 ايام. قدمت لي مساعده، عطاتني شي اقراص ما هدئونيش. بعد ذلك نقلت الى المستشفيات المستوصف مولاي عبد الله المحمديه. نوري الكاميرا. امتى هادو؟ بنفس في نفس النهار. نفس هذاك اليوم انا قمت في هذا. قمت في هذاك اليوم. واللي ضرني بزاف هو انا هو هذاك الطبيب. بغيت نعرف انا فين هي صفه الطبيب وفين الادب مع الاطباء وفين هي تقديم المساعده لشخص في حاله خطر والمواطنين. وسد عليا الباب وزاد قال لي انا باقي بلا غدا. هذه هي الجمله اللي قال لي. هذه هي الجمله اللي قال لي. هذه هي الجمله اللي اثرت فيا انا وخلاتني في المستشفى. كيسبق لك تجي لهذا المستشفى هذا؟ لا، عمرني انا زرتو هذا المستشفى. انا زرتو غير حنت التحاليل ديالي باقا ما جاتش من فرنسا، قلت غادي ندير. وانت كنت مضطرف هذاك النهار انك ضروري. هذاك النهار جاب لي واحد السيد السياره ديالو لهي. ايه. وحطني وقال لي راه ما غادي يدير معاك والو. قال لي هذاك السيد راه خايب ما غادي يدير معاك والو، ما يستحقش يكون طبيب. النظريه ديالي ما يستحقش يكون طبيب. النظريه ديالي انا ما يستحقش يكون طبيب. فينا القسم ديال الطبيب وفينا اداب الطبيب وفينا تقديم المساعده لشخص في حاله خطر؟ راه المواطن خاصو يقدم واحد في الطريق اللي لقيتيه تقدم لي المساعده في حاله خطر، فما بالك بحالك انت طبيب. اذا غادي تقوم شي اجراءات ضد الطبيب اللي قام بهذا المساله؟ الاجراءات ديالي هي اولا توجهت للمحمديه بريس واشكرها كذلك، وغادي نكتب للجرائد وغادي ندير شكايه لوزاره الصحه وغادي نكتب شكايه للوكيل المالي. بالاضافه هي كندوي معاك انا دابا، انا مصاب بارتفاع الضغط الدموي، ضروري انا خاصني ناخذ الدواء ديالي. انا كندوي معاك وانا دابا كنرتاح. شنو هما الوثائق اخرى اللي بغيت تدلي بها للجريده؟ الوثائق اللي غادي ندلي بها هي الشهاده ديال العجز اللي ديال 10 ايام مسلمه من الطبيبه، والشكايه اللي كتبت. هذه ديال الطبيبه هذه في نفس هذاك النهار اللي ما استقبلكش فيها الطبيب هذا؟ ما استقبلنيش. التجئتي للطبيبه؟ جا واحد السيد الطوموبيل ديالو هزني من هنا داني للطبيبه. كي كانت الحاله ديالك؟ كانت الحاله ديالي لقات وهي داتك انت مشيتي من هنايا لعند الطبيبه الاخرى؟ الطبيبه الاخرى، الطبيبه ديال الطب العام. عطاتني شي مهدئات. الحاله ديالك كي كانت؟ الحاله النفسيه؟ حرجه. حرجه. ومشيت بعد ذلك هذوك المهدئات اللي عطاوني ما داروا لي والو. مشيت للمستعجلات مولاي عبد الله، عاد داروا لي واحد البره والسيروم وخرجوا لي شي مهدئات، عاد نعست هذيك. اذا شكرا على الكلمه ديالك. طبعا انت كنت من الناس اللي جاوا وصلوا هنا، اشرح للمشاهدين. انا جيتو من كنا في راسورانس دار بيدا، وجيتو وقت اللي وصلنا نيسان سبيطار قال لي اخويا وقف نمشي على الطبيب يعطيني شي مهدئ راه درني الحال. قلت لي واخا، نزلت انا دخلت للقهوه هو مشى للمستوصف، ملي رجع جاني في شكل. قلت لي مالك؟ قال لك راه الطبيب راه ما استقبلنيش وقال لي انا ما باقي بلا غدا، سير تالغدا واجي. يعني كيفاش هذه المساله هذه ديال الطبيب انه ملي مشى عنده ما استقبلوش وهمشو؟ هو كان في واحد الحاله حرجه. هو كان مريض، كان مريض يعني هو عنده الاعصاب.
نبغيو نعرفوا شنو شحال الوقت بالضبط ديك الساعه ملي جبتيه بالضبط؟ 3:30 4 الروب تقريبا هكا. هذا هو اش من نهار كان هذاك النهار؟ هذاك النهار 17 ابريل. اذا شكرا على الكلمه ديالك. شكرا يا استاذ المشاهدين. معنا احد الناس اللي قاموا وصلوا السيد اللي كان امريض وفي حاله حرجه هنا بالمركز الصحي ببني يخلف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاسم كريم. خمسي احمد. الصفه. كمتقاعد عايش في فرنسا وكنمثل المسلمين في فرنسا. مسلمين 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 لا ريجيون دو سونتر. يعني نبغيو نعرفوا المساله ديال السيد اللي معنا واللي تقدم شكايه لمحمديه بريس في شان احد الاطباء هنا بالمركز الصحي بن يخلف واللي كيقول اللي ما قامش بالواجب ديالو. انت كنتي من الناس اللي وصلوه لواحد العياده اخرى خاصه، اشرح للمشاهدين هذه المساله هذه. نعم انا شفتو انا ملي شفتو ما عجبنيش داكشي اللي مسكين فيه. احتضر كان صلى بينا واضطر باش يصلي بينا، وفي ذاك الوقت داز من واحد البول ومن تما كاين ديتو الاسعاف سميتها المحمديه. هذا تعامل معاه مزيان، تعاملوا مع الماكينة مزيان، وكان هو تقلق بزاف من حالة حرجة وصعبة كيف ما قال لنا. نعم وهذاك الشيء تبين ليا، قلت ليه يلا نديك انا دابا في ساعة. هذا هو اللي كاين، ما تقبلش ذاك الشيء اللي تعامل معاه هذا الطبيب هنا بالمركز الصحي في بن يخلف. نعم يعني كي كتشوفوا انتم هذه المسألة كيف الرؤية ديالكم بحال الحالة هذه؟ مازال عير هذا الصباح سالت بعض الاخوان اللي كنعرفهم، قال لي يا ودي راه كيتعامل مع الناس بزاف، كيتعامل معامله خايبه. يعني هذه هي الطبيعه ديالو في العمل ديالو مع الناس الساكنه هنا ديال بني يخلف اللي هم في امس الحاجه للطبيب. طبعا ما شكروا لي حتى واحد، اقول الحق ما شكروا حتى واحد، كل شيء قال لك ودي راه كيتعامل هكا مع الناس كلهم. وهذه من هذه الصفات هذه ماشي مزيان للمريض. والصحة بصفة خاصة. نعم هو يا واش قديم هنايا في هذه المصحة هذه؟ ما عنديش شي معلومات على هذه المسألة هذه، واش قديم هو في هذه المصحة ولا في المركز الصحي؟ لا أنا ما نقدرش نقول هذا الشيء، ما نقدرش ما عرفتوش. المهم يكون قديم ولا يكون جديد، المهم راه دار واحد الخطأ اللي ما خاصوش يديرو بحال واحد المواطن اللي كان في واحد الحالة حرجة. هذا الخطأ، وانا ملي سولت الاكثريه كلشي الناس قالوا لي ودي راه كيتصرف هكا مع الناس كلشي خايب. علاش انا واقف مع الاخ وهذا الشيء خاصو يتبدل، ما يبقاش واحد عنده واحد المرض ويخليه يقول لي سير حتى للغدا. هذه ما تمكنش، مساله ما يمكنش لا تاجل، ما يمكنش شيء، ما يمكنش شيء. السيد مريض عنده واحد المرض اللي هو خطير، يقدر يتسبب ليه في حاجه خطيره اكثر، وهو ما دارش اللازم ديالو. شكرا على الكلمة. كلمة أخيرة بهذا الشأن هذا؟ كلمة أخيرة هي كان تقدم الشكاية ديالي لوزير وزير الصحة العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حقها الطبيب. وأنا جميع الساكنة كما قال الأخ، أنا السيد اللي جابني قبل من هذا الأخ اللي جابني بالسيارة ديالو وحطني في الباب ديال المستوصف، قال لي راه ما غادي يدير معاك والو، هذاك السيد راه خايب. كلمة أخيرة، عندك شي معلومات أنه هذا الطبيب هذا واش قديم هنايا في هذا المصحة والمركز؟ لا ما عنديش أي معلومات، أنا ما جيت عنده إلا قلت لك حتى كنت مشيت لمصحة أنفا لها الوثائق ديالها وطلبوا مني شي تحاليل نمشيو لفرنسا. في نفس النهار مشيت لهذه المصحة؟ لا المصحة ماشي، لا قبل من قبل. من قبل طالبين مني شي تحاليل يجيو نمشيو لفرنسا ويجيو باقي معطلين عليا، قال لي باش نشوفوا شنو التاسو السبب ديالو كيفاش راح يطلع. قلت انا ندوز عند هذا الطبيب ديال لعل وعسى يعطيني شي دارك الموقف. دارك الموقف لعل وعسى بقى علاجات اوليه، يعطيني شي اسعافات اوليه بلا راه ما يجيو للتحاليل. وطبعا تفاجاتي بهذه المساله هذه اللي قام بها الطبيب هذا هنا في انا وليت كنقول هذا ماشي طبيب. اللي جاوبني هذاك الجواب كنقول ماشي طبيب، قال لي سير في حالتك حتى الصباح انا باقي بلا غدا. وفي كلمة أخيرة هي كانت توجه لوزير الصحة شكاياتي هذه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. إذا شكرا على كلمتك. شكرا.